بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء. اليوم معنا في قواعد الوحدة الرابعة. زي ما انتم شايفين ان هون relative clauses، جمل الوصل. طبعا عشان يصير عندي جملة وصل لازم يكون عندي ضمير وصل relative pronoun. الموضوع كثير سهل وبسيط، خلينا نشوف كيف نستعمل ضمائر الوصل. اول ضمير عندي هون اللي هو هو يستعمل بعد الاسم العاقل، يعني قبله student عاقل. تمام، العاقل بكون اسم مهنة، ركز على المهن او جنسيات مثلا او افراد العائلة او اقارب. فاي اشي عاقل، اي اشي عاقل حط معه ايش؟ هو. ها ما عليك بالصف التاسع قديم. الهوم نفس الاشي برضه، لكن ايش اللي يميزه؟ انه بكون متبوع بضمير، متبوع بضمير. مثلا في قبله عاقل هوم وي، هوم هي، اذا لازم يكون وراه متبوع بضمير. زي ايش؟ اي وي يو ذي هي شي ات. تمام، اذا هوم وي هوم ات. تمام، طيب which كثير نستعملها، تستعمل مع غير العاقل، يعني قبلها ها this is book او this is the book. book كتاب غير عاقل، film غير عاقل، idea مثلا فكرة غير عاقل، فباجي بحط ايش؟ which لها غير عاقل. تمام، في عندي ذات. الذات هاي غالبا ما بستعملها بالوزارة في الدوائر، لانه الذات بتنوب عن العاقل وغير عاقل والمكان والزمان وكل اشي، فهي يعني محايد بتنوب عنهم كلهم. زي the person that won the lottery is my neighbor. This is the car that. car غير عاقل و person عاقل، الذات اجت معهم اثنين. تمام، في عندي هون اشي مهم وهو نستعمل هو في حالة الملكية. في حالة ايش؟ الملكية. كيف بدي ميز الملكية؟ بتطلع قبل الفراغ وبعد الفراغ. اذا كان في بعد الفراغ اسم وقبل الفراغ اسم. طبعا انا ما حكيت لك عاقل او غير عاقل، ليش؟ لانه الاسم اللي بعد الفراغ بكون مملوك للي قبل الفراغ. ناخذ مثال this is the lady whose daughter. طب daughter بنت مين؟ بنت السيدة. تمام، اذا اسم باسم، اسم باسم بكون ملكية، بكون الاسم اللي بعد الفراغ مملوك لمن قبل الفراغ. زي ما حكيت this is the man whose car. لمين الكار؟ للمان. فممكن يكون الاسم الثاني عاقل او غير عاقل، او اثنين عاقل او اثنين غير عاقل، كله بصير. المهم انه اسم باسم ويعود على اللي قبل الفراغ. طبعا عندي كمان هون when and where، كثير سهلين. when لا يشبه على الزمن، مثلا the time، when رمضان، when the month، when the moment، اي اشي، the year، سنة، شهر، اي اشي بدل على الزمن نستعمل معه ايش؟ when. والعكس where، where للمكان. this is the house where my uncle lives. طبعا where المكان لازم يكون ايش؟ او عندنا امثله على المكان، مثلا the place where، the area where، the hotel، the house، the كذا. بس في هون شغله مهمه، الهاوس ممكن يكون غير عاقل يأخذ which، وممكن يكون مكان يأخذ where. كيف بدي اميز بينهم؟ لازم اذا كان الجواب where زي هون يكون بعد الفراغ في اسم، يعني فاعل، تبدأ جملة جديدة. ما بنفع يجي بعد وير فعل، وير إز، وير كذا. تمام، وير ماي أنكل ليفز، وير آي ليفد، وير ذي ستاي. فلازم يكون إيش؟ ضمير فاعل زي آي وي يو ذي هي شي إت، أو اسم شخص أو اسم في اللغة زي هيك ماي أنكل. فبتأكد إنه هون بده إياها مكان، ما بده إياها غير عاقل. في حال هذا الكلام أنا بحكيه، في حال في الخيارات خربطك، حط لك ويتش وير، بتبلش تميز بينهم. لو اعطاك واحد منهم خلاص الامور 100%. طبعا مع السبب واي ما بستعملها كثير، فيش غير كلمه واحده بتيجي the reason why، السبب اللي خلاني. شو يعني reason why؟ reason اللي هي سبب، تاخذ why. the reason why he resigned is still my is still mysterious، السبب اللي خلاه يستقيل لحد الان غامض. فهون reason عباره عن ايش؟ عباره عن سبب. تمام، طيب نتدرب على نمط الوزاره. فبتيجي بس مع reason، خلينا نشوف. هاي حكينا عنها the reason، reason وانت مغمض غير بقول why، مع بعض احفظها the reason why. طيب برج عبدون، جسر عبدون، جسر عبدون مكان وغير عاقل، كيف بدي اعرف؟ اعطاني وير، ما اعطاني وجه خربطني، بقول له خلاص وير مكان ما هي مبينه فيش غيرها. ضروري حفظ بعض المهن عشان تعرف انه عاقل. ويتر، الويتر اللي هو النادل او السفرجي عاقل، فشو بناخذ؟ هو. ناخذ ايش؟ هو. طيب فيلم غير عاقل شو بناخذ؟ which. تمام، كثير سهل، يعني لو اجاك في الوزارة دائرتين حرام تضيعهم. عندنا women،
اسم هازبند زوجها، هاي المرأة اللي زوجها، تمام، هاي المرأة اللي زوجها، اسم باسم، هاي المرأة هاي زوجها، إذا ملكية هوز. good. the day يوم، هاي سهلة ما بدها شيء، بدها ايش وبدها when. طيب my friends عاقل وعندي I، هو بتزبط وهو بتزبط، الموجودة مين موجود؟ هوم. احنا قلنا خصوصا هوم تتبع بايش؟ دائما بضمائر. the employee زي ما حكيت لازم يكون حافظين معاني شو يعني employee، موظف، اذا عاقل. العاقل ايش بده ياخذ؟ هو العاقل شو بده ياخذ؟ هو، تمام. فهذا اشي كثير سهل. طيب the question or a question غير عاقل شو تاخذ؟ which. neighbor عندهم dog، جيران عندهم كلب، تمام، الكلب لمين؟ لجيراننا، اسم باسم، اذا هوز ملكية. Italy مكان، المكان شو بده؟ where. the person عاقل اسم شخص، تمام، وفي عندي ضمير، اذا بدنا مش هو، whom، فيش هو، وين راحت هي؟ هون whom. طيب is the offer، offer معروف عرض، بقول لك special offer عندنا عرض، العرض غير عاقل ايش بده؟ بده which. طيب at 11 o'clock، at 11 o'clock احنا هون نحكي عن وقت قاعدين، الوقت شو بده؟ بده which، تمام، عفوا بده when، الوقت ايش بده؟ when. ممتاز. طيب هون عندك girl، بنت، وعندك brother اخوها، هاي البنت اللي اخوها اسم باسم، ايوه، اذا بدها ايش؟ هوز. طيب the book، البوك كتاب، الكتاب غير عاقل، بتقول له which. هاوس مكان، وعندي كون هون 17-18 مهمات، عندي هاوس هاوس، واحد مكان واحد غير عاقل، ومخربط من الخيارات، معطيني وير which وير which. اذا هون شو بدي اسوي؟ اذا كان بعد الفراغ اسم او فاعل يعني بكون بدها وير، اذا كان فعل مباشر حط which. فهون شو عندي؟ was، ما في فاعل، اذا بدها which هون، بده اياها هون، المعنى بستلزم انها تكون غير عاقل. هون I فاعل وفعل، خلص اذا هون وير. That is the house where I live، هذا المكان حيث أعيش. طيب سمارت فون غير عاقل، بأخذ which أو ذات، الثنتين صح، تمام، ما أعطيك كم بوزارة زي هيك. My grandfather عاقل وما في اسم باسم، نقول ملكية مثلا، لا، إذا بده إيش؟ هو. إذا هاي الجزء الأول من الدرس تمهيد للكليفت سنتنسز، وهو الريتف ناون، نرجعهم منشوف مين عاقل زي هو، مين غير عاقل زي which، المكان لوين، الزمان، الزمان لوين، المكان لوير، the reason why، الهوم بتبعها ضمير زي we you they he she it إلى آخره، تمام، والهوز اسم باسم ملكية. خلينا نجي على الدرس الرئيسي وهو the cleft sentences، الجمل المجزأة. طبعا الجمل المجزأة هاي احنا بنستعملها ليش؟ عشان نأكد أو نركز على معلومة معينة. يعني مثلا الجملة بتحكي إنه محمد ذهب لعجلون الأسبوع الماضي، إذا بتركز محمد بقول الشخص، محمد شخص، الشخص اللي ذهب لعجلون الأسبوع الماضي كان محمد، تمام؟ فهون إيش؟ ركزت على، لو تركز على المكان بقول مكان اللي راح لمحمد الأسبوع الماضي كان إيش؟ كان عجلون، وهكذا. فعشان هيك عندي القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في الحل هي زي هيك، تبدأ بهالأشياء. إذا قال لك the person الشخص، بدك تحدد فوق، دائما خذ قاعدة نحدد المركز عليه قبل الحل، ماشي؟ شو بطلب منك هون؟ بتروح فوق بتحدد عشان لما تنسخ الجملة ما تحطه، تحطه في الخطوة الأخيرة وهو مركز عليه، لأنه زي ما حكينا إحنا بدنا نركز على معلومة. فهو لما يقول لك the person الشخص، أنت حط خط تحت الفاعل، الشخص محمد رامي كذا، تمام؟ تحط تحت خط. إذا طلب منك the time، الوقت، شو time؟ الزمن أو الوقت، بتروح تحط خط وين؟ على التاريخ، على اليوم، على الشهر، على الزمن. لو قلت the place، المكان، بتروح بتحط خط وين؟ على المكان، دولة، مدينة، بيت، أوتيل، إلى آخره، مطعم. أي شيء غير عاقل the thing، أو بسمي لك إياه، أي شيء غير عاقل بكون غير هذول الباقي، يعني ما أعطاك هاي الشغلات بكون غير عاقل. طبعا هاي أشياء تفريعات، يعني the time ممكن ينوع يفصل، يعني يقولك the year the month the day، احفظهم the year the month the day، نفس الاشي the time بوقت the when. the place ممكن يفصل، اذا كان مثلا تركي دولة بقولك the country،
اذا كان عمان مدينه ذا سيتي، اذا كان مثلا وهكذا تمام، يا ذا سيتي يا ذا كونتري او بشكل عام ذا بليس. ذا تايم ممكن يفصل ذا يير ذا مانث ذا داي تمام. ذا ثينج بذكر لك الاشي نفسه او كلمه ذا ثينج تمام. فهون من هاي الاشياء انا بعرف ايش بده تمام، فبحط خط بحدد المركز عليه اذا كان عاقل شخص او زمان او مكان او غير عاقل قبل ما احل. هسه خطوات الحل اربعه. الخطوه الاولى واحد، امشي على الخطوات مستحيل تغلط، تذكر هاي الكلمه امشوا على الخطوات. العاقل نحط له هو، هسه تعلمنا الغير عاقل الزمان وين المكان وير، العاقل غير عاقل ويتش او ذات ويتش او ذات. حلو. الخطوه الثانيه شو اجيب؟ السنتنس الجمله، الجمله بكتب الجمله الخطوه اثنين بس ايش؟ بدون المركز عليه. يعني لو ذا بيرسون طلب مني بقيم احمد في الاول، احمد ليفز ان عمان، بقول ذا بيرسون هو ليفز ان عمان بدون احمد عشان احطه في الاخر. الخطوه الثالثه بتشوف زمن الجمله، اذا زمن الجمله ماضي حط واز، يعني الفيرب هو فيرب 2 حط لها واز، اذا الفيرب فيرب 1 او فيرب 1 زد اس حط اس تمام. واخيرا اربعه، الاشي اللي لما نسخنا الجمله بدونه عشان حطه هون المركز، ايش يعني فوكست؟ المركز عليه، المركز ايش؟ عليه. اذا اربع خطوات، ضمير الوصل المناسب، الجمله بدون المركز عليه، ثلاث بتطلع على الجمله فوق اذا الفعل فيرب 2 واز، اذا الفعل فيرب 1 از، واخيرا الاشي تركز عليه حسب شو طلب هون هو تمام. اربع خطوات محفظهم حفظ، نمشي عليهم ما نغلطش بالمره. هاي معطيني مثال هون، بالمثال ببين. هسه قال لك هدى won the prize for art last year، طلب منك ايش هو؟ the person. قبل ما تحل اربع خطوات روح وين؟ روح على مين البيرسون؟ هدى. ايوه هذا هو مركز عليه، عشان لما ننسخ الجمله ما ننسخه ونحط الخطوه الاخيره وهو مركز عليه. الخطوه الاولى ضمير وصل اللي هو البيرسون عاقل باخذ هو، الجمله كلها من 1 ل last year. الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة هاي الفيرب 2، هاي مفتاح حل كمان للفيرب 2 بتدل انه ماضي فبحط واز، ومركز عليه مين؟ هدى. الشخص اللي اخذ الجائزة في الفن في السنة الماضية كانت هدى. طيب علي graduated from the University of Jordan last year، عمين بركز؟ بركز على last year. شو اعطاك؟ the time. بتطلع على الجملة مين التايم؟ اكيد last year، فبحط عليها ايش؟ خط بحدد امركز عليه. بعدين ببلش الاربع خطوات. الخطوه الاولى التايم بده وين؟ الجمله بدون لاست يير اثنين، طبعا بين من لاست يير ومن الفيرب اي دي انه ماضي، بحط الخطوه الثالثه واز، واخيرا نضع لاست يير المركز عليه. طيب ذا ديد سي مكان، هو اعطاني تحت ايش؟ قال لي ذا بليس. شو حكى لي؟ ذا بليس. البليس مكان، بضع الجمله في مكان، اكيد مش ذا ويكند ولا ماي فاميلي، لاست تو ذا عفوا ديد سي. إذا ديد سي مركز عليه. طيب مكان الخطوة الأولى بأخذ وير، الخطوة الثانية الجملة كلها بدون، يعني إذا كان المركز عليه بوسط الجملة عادي بنفشق عنه، بنقول ماي فاملي ونت تو ات ذا ويكند. الخطوة الثالثة لأنها ماضي واز، والخطوة الرابعة المركز عليه كان البحر الميت. طيب غير عاقل، عندي ذا ثينج الشيء، الشيء أكيد مش أنا ولا الزمان مانث اجو. شو الاشي؟ ان امريكان كار، سيارة امريكية، اشتريت سيارة امريكية قبل شهرين. ذا ثينج غير عاقل، هاي حددته ذات او ويتش، الجملة كلها بدون مركز عليه، ثم واز لانها بالماضي، وثم ان امريكان كار الخطوة الرابعة المركز عليه تمام. هاي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اللي هي قاعدة ات، طبعا مش على كيف انا بنقي، هو اذا اعطاني ذا بيرسون ذا تايم ذا بليس على الاولى، يعطاني ات على الثانيه. في الثانيه كثير اسهل، شو بنسوي؟ هاي اعطاك ات صح؟ الخطوه الاولى اذا الجمله فيرب 2 حط واز، فيرب 1 از، بتحط المركز عليه، المركز عليه. اذا اعطاك اياه بالغامق زي هيك فانت بتعتمده، ما اعطاك انت نقي اي شيء ركز عليه، خصوصا كان الحل ري رايت. اذا دوائر بكون معطيك شيء بالغامق تركز عليه. هسه مركز عليه، شوف ضمير وصل مناسب، بتحط له ضمير وصل مناسب. يعني اذا مركز عليه علي بتقول له هو، اذا دير بتقول له وين، اذا جوردن بتقول له وير، اذا مثلا ان امريكان كار بتقول له ويتش،
بتشوف عاقل غير عاقل مكان زمان، ومن ثم بقية الجملة. يعني نفس القاعدة الأولى، بس شو جبنا؟ جبنا في القاعدة الأولى ثلاثة وأربعة، خليناهم إيش؟ واحد واثنين، بعدين بلشنا بواحد واثنين. ما أعطيك مثالين هون. ويليام شكسبير روت روميو آند جولييت. طيب إت أعطاك مين مركز عليه؟ بده هاي. طيب روت ماضي، وأكيد الشخصية لما تكون بالماضي أصلا زي ابن سينا وكذا وابن بصال، إت برنو ماضي لحاله أكيد. فهون حطينا واز الخطوة الأولى، هاي الخطوة الثانية مين مركز عليه؟ ويليام شكسبير. الخطوة الثالثة المركز عليه عاقل، حطينا هو. تمام. طبعا أو ذاتهم كلهم تزبط، ذات ممكن تنوب عنهم كلهم، وبتكمل بقية الجملة. هون نركز على غير عاقل، كوفي قال لك إت. ليش حطينا إز؟ لأنه الفعل هون verb 1 زاد إس مش ماضي. My father drinks coffee every morning. إت هاي خطوة الأولى إز، لأنه verb 1 زاد إس. الخطوة الثانية المركز عليه كوفي، حط له يا ويتش يا ذات. تمام، قلنا ذات تنوب عنهم كلهم، ومن ثم بقية الجملة. احفظ الخطوات حفظ متين، وبالامتحان اكتبها فوق السؤال وامشي عليها على الخيارات، شوف اني تزبط على ترتيب القاعدة ونقيها ما بتغلب. خلينا نحل مع بعض بعض التمارين من الكتاب. بعطيه هون ات، طالما قال لي ات، ات واز، بدنا ننقي الفاعل مثلا. ات واز، ات واز مين؟ طبعا ليش نقى واز؟ الخطوة الأولى حلها، لأنه في عندي هون اوبن فيرب 2. ات واز كوين رانيا. طيب شو الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة ضمير وصل عاقل، بقول له هو. بعدين شو بقول؟ بقية الجملة opened لعند 2007 سي اي. طيب ذير هسه مش على كيف الير ايش؟ هاي هون ان 1985 سي اي. المركز عليه حددته. الخطوة الأولى زمان بحط وين، هاي على القاعدة الأولى. الخطوة الثانية بقية الجملة بدون هاي، بترا بترا لعند سايت، الجملة كلها بدون الجملة. تاريخ ماضي وفيربتو أكيد واضح منها ماضي. هسه مركز عليه، خذ القاعدة المركز عليه، عندما يكون زمان أو مكان تحذف حرف الجر اللي قبله اللي هو إن أون آت. تمام، وفي أمراض في أسئلة الوزارة بيعتمدوها صح بتكون موجودة، بس الأحسن أنك تحذفها. فمنقول إيش؟ was 1985 CE. تمام، إذا كان مركز عليه زمان أو مكان نحذف حرف لما يكون مركز عليه بالآخر، خطوة الرابعة لما يجي نحطه ما نحطه مع إنه أنه أت من قيمها. طيب إت زي هون مثلا، إت أنا بدي أركز على هاي زمن، فبقول له ماضي إت was. مين أمركز عليه؟ زمان أو مكان بقيم الأت. It was 11 PM. الخطوة الثالثة ضمير وصل مناسب when، لأنه إيش؟ لأنه زمن. وبعدين بقول إيش بقية الجملة؟ I stopped إلى آخره working. طيب my father has influenced me most. The person، طبعا مين person؟ أكيد my father الفاعل. الخطوة الأولى هو، الخطوة الثانية الجملة كلها من has لعند most. الخطوة الثالثة ننتبه الhas والhave verb 1 وverb 1 زد s، إذا بتاخذ is. تمام، مين هو المركز عليه؟ my father. طيب هون معطيكها بالبولد الخط الغامق geography. مين السبجكت؟ الفاعل طبعا في I like. المادة عفوا، المادة هي جيوغرافي، فبقول ايش غير عاقل؟ which، بكتب I like، بفشق عنها most of all like verb 1 شو بتاخذ is، وبكتب ايش في الاخر؟ المركز عليه جيوغرافي. تمام، the heat made the journey unpleasant. it بتنقي مثلا the heat. it was لانه verb 2 made. it was مين مركز عليه؟ the heat غير عاقل which، الخطوة الرابعة بقية الجملة which made the journey unpleasant. تمام،
نيجي هون لكمان تمرين برضو من الكتاب. مين البيرسون؟ الكندي. تمام، الكندي هو. بتجيب الجملة كلها والكندي أكيد بالماضي، تقول له واز. مين واز؟ مركز عليه الكندي. The country. وين الكنتري؟ إن إراك. ابن جاب حيان ديد هيز ريش سيرش لابوراتوري. طبعا هاي خطأ طباعي هون مش موجودة. إن إراك المركز عليه مكان، فلما أجي أحطه في الآخر بحطه بدون إن. The country تأخذ وير. بجيب الجملة كلها من عند جابر ابن حيان لعند لابوراتوري. تمام. طيب الخطوة الثالثة أكيد ماضي، فبقول إيش؟ واز، إنه verb 2 عندي did. واز مش إن إراك، واز إراك. طيب it هو مثلا ركزك على علي بن نافع، بتقول له it was لأنه verb 2. مين مركز عليه؟ علي ابن نافع عاقل. هو established للآخر. فالموضوع سهل إذا مشينا في كل قاعدة الات والأولى على الأربع خطوات، امشي عليهم ما تعتمد إنك والله خلاص صرت فاهم وتحل عراسك، ما بزبط. ات مثلا اعتبر لك مثلا بده مين مثلا هون؟ جابر بن حيان. بدون نفس الاشي it was لانه ماضي invented. جابر ابن حيان عاقل صح؟ هو وبتكمل also invented كذا كذا. اذا الخطوة الاولى، الثانية، الثالثة، وبقية الجملة هي الرابعة. طيب افرض اعطاك عمله بالجيومتري. الكندي كان مشهور اكثر شيء بعمله بالايش؟ بالجيومتري، علم الهندسه. بتقول ات واز لانه الشخصيه بالماضي، بس هون معطيك از. ماشي، ات از ال كندي it is al kindy. عفوا انا بدنا ننقي واحد ثاني. صحيح احنا قلنا المركز عليه في الكندي، سوري، بدنا نركز على his work in geometry. فبقول ايش؟ it is، لانه هاي الفعل is. تمام، مضارع. it is his work in geometry المركز عليه. تمام، عمله في هاي في هذا التخصص في الجيومتري غير عاقل. فبنقول ايش؟ which، وبنكمل بقية الجملة which الكندي is specially famous for، اكثر اشي شهره طبعا حسب ما ينقي. طيب نتدرب على علامة الوزارة اللي هو الدوائر، ضع دائرة. معطيك هون كوير راني اوبن ذا تشيلدرنز ميوزيوم اوف جوردن ان 2000 سي اي. ذا بيرسون، بده ذا بيرسون. تمشي على القاعدة بتقول ذا بيرسون هو وبتحل، بعدين واز كوين رانيا، بتشوف الخيارات. ذا بيرسون بدها هو، مستحيل تكون بدها ويتش. طيب هو وبدها الترتيب الصحيح، هو اوبن ذا تشيلدرنز ميوزيوم اوف جوردن ان از. طب ما بينفع از لانه ماضي اوبند، فشو بدنا؟ بدنا هو opened was. الواز ما بتجي هون. which هو opened the children's museum of Jordan in was. الخطوة الثالثة والرابعة المركزة عليه. إذا الجواب الصحيح إيش؟ D. طيب بترا بده ركز من خيارات مبين it was على بترا. تمام، فعرفنا أنه ركز على بترا، فبقول it was بترا. it was إنه ماضي بدها was. it was المركز عليه بترا غير عاقل. باخذ which وبقية الجملة. It was بترا which made، which was made a world heritage site in. إذا هي الجواب الصحيح. أول شيء ما بنفع غير الزمن، خليها is. وما بنفع بلش بترا. It بترا بدي أقول it is يا it was. تمام، هون it was
بس مش it was made مباشرة، تمام؟ it was made بعدين أرجع بترى، مش هي مركز عليه الفعل، ما في فعل مركز عليه. فهون الحل الصحيح هو إيش؟ A. أخيرا آخر مثال عندنا هون نفس الشيء على الفاعل، جون زهان ديزاين ذا كاميرا ان 1685. هوز ما بتيجي لانه عاقل وفيش ملكي، ذا بيرسون بدها هو ما بتبلش بواز، اذا الجواب يا هاي هو بقيه الجمله واز جون زهان هو ديزاين ذا كاميرا ان كذا. هون في عندك ايش؟ عفوا هون الثانيه والثالثه، هو ديزاين ذا كاميرا ان واز جون زهان، هاي الصح. هاي ليش مش صح؟ لانه از الفعل ايش ماله؟ ماضي. فالموضوع كثير سهل، ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله.